كان في البري. كان في اجتياح بري وكان في اهداف هم عايزين يوصلوا لها. ايه هي الاهداف؟ على المقولاتهم او رواياتهم ان هم عايزين يوصلوا لقيادات من حركه حماس، عشان كده قالوا هنضرب مستشفى القدس. بالظبط، هم مهددين حاليا بمستشفى القدس ان هم بدهم يقصفوها بحجه انه فيها ممرات تحت المستشفى. هم متخيلين قاده حماس جوه. انا عايزه افهم، يعني خلينا نتكلم هيك بهدوء. في آلاف من الجرحى، في آلاف من الأسر النازحة من بيوتها راحت استقوت بالمستشفى، غير طبعا جثث الشهداء. تمام، كيف بدك أطلع هدول كلهم من المستشفى؟ دول أنا على حسب معلوماتي 12,000. وين بدي أطلعهم؟ هي قلت 12,000، وفي مستشفيات تانية كمان مستهدفة فيها أكتر من هيك عدد. أنا وين بدي أطلع هدول الناس؟ المرضى هدول لو طلعوا هيموتوا. هو هذا هدفه، هدفه المدنيين، هو ما هدفه حركة حماس ولا حركات المقاومة. تمام، هو هدفه إنه هو يمحي الشعب الفلسطيني الموجود إبادة. بغزة، هو الهدف إبادة، إبادة، يمحي عن الوجود. يقول إنه هاي الأرض ما كان فيها شعب، ودليل على هيك إنه صار يقصف الأماكن الأثرية كالكنائس، الكنائس، المساجد الأثرية، ما كان يسيب شيء أو مش عايز يسيب شيء يدل على وجود فلسطيني بهاي الأرض. ما يكونش في تاريخ، ما يكونش في شعب يقاوم من أول وجديد، يقاوم الاحتلال ويطلعوا برات الأرض. طيب دلوقتي أنت شايفة أن هو قاصد استهداف الصحفيين والمراسلين؟ لأنهم هم صوت الصوت، هم الصوت وهم الصورة اللي بتطلع للخارج. هو لا، لحديت امبارح يعني تقريبا في 30 صحفي ومراسل، لحديت امبارح 35 صحفي وصحفية يعني، ما بين الجنسين شباب وبنات، تم استهدافهم 35 صحفي. الكادر الطبي ما يفوق ال 114 تم استهدافهم من طواقم الإسعاف كمان. حتى الإسعاف ما يعني هو مش عايز، سايبين اي حاجه لاي حد ان هو حتى يحاول يتصرف او بس يلم اللي انتوا بتعملوه. لا عزيزتي، هو مش عايز اصلا يكون في نجاه لاي حد، يعني هو عايز هو خلاص، هو عايز يخليكم تخفوا او ترجعوا تعيشوا تانية هموته. بالضبط، هو في الوقت الحالي كل استهدافه للاطفال. انت عندك ما يفوق ال 8000 شخص مستشهد، تمام، عندك 3400 ويعني فيما ما يقارب الرقم هذا، هو اصلا هذا 70 بس او 80% اطفال. ما انا بقول لك انه في 3400 وكسور بس اطفال، اكثر من ال 1700 نساء، فهو بيستهدف نساء جيل. واطفال. بالضبط، هو عايز يقص نسل الفلسطينيين، الجيل اللي هيطلع ما يكونش فيه خلاص. انت بيخلي مثلا الرجال الكبار خلاص هيضلهم فتره زمنيه معينه هو حاططها براسه، بعدها هيكون فيش توارد للأجيال. بالضبط، لأن هو فاكر إن القضية هتخلص، بس هو عمرها ما هتخلص.